ياك بالماب بالماب برافو ما بي جو ثالث وحده بريفينج صح دوس عليها راح تطلع لك صوره مع قمر صناعي ما طلع اوبجكت اوبجكت 1 اي يطلع ما طلع شيء كمل انت المهم او ثام جتنا صوره من الطيران مالتنا انه لهذه المنطقه انه دا يتجمعون بها اعداد كثيفه يريدون يهجمون ياخذون المناطق اللي حررناها يهجمون علينا يحررونها فاحنا راح نطب لهم من غير محور محور ثاني اكو خلص صد هناك احنا راح نطب من هذا المحور حتى ناخذ الراديو تاور العمود نقطع اتصالاتهم ونهجم عليهم من الخلف حتى ناخذ المنطقه اللي هم يريدون يهجمون لها انت ما اخذ اللي بس هذا هو انت بكيفك بعد ما ادري دكتور من تروح بس احنا ورا ما نحرر ذني لا طيب دقيقه نرجع على المنطقه الخامسه ها المعركه الرئيسيه اللي حصر بهاي المنطقه يعني قتال لو عندنا مهمه اعتقال هي بيها مجموعه كبيره يريدون يهجمون ياخذون المناطق اللي اخذناها احنا يعني صح شيء اسوي فشل مخطط من فشل المخطط مالتهم اللي يجي طلعاتهم كملت؟ بلت مكسام كمل؟ هذا نايف بس شنو ما اقدر اخذ زي مال العمارات ولا من هناك شنو هاي؟ ليش طيار؟ ليش زي ما تم يطلع وين تفضل؟ ديش ديش ال طب طيارة راح الطيارة جاش يسوي مساعدة كاتب عليه فول انجكشن باور لا غيرت سام هذا اخذ جنطته قوم قام كان جاهزين بس الورد ينزلون يكملون مباشر عمار الطين جنطة مال هاي مثل مال بسام سام تياو ثقة عندي انت مسيف اللبس مالتك عمر؟ المشكلة راحت سيف انت مسيف مسيفة؟ لا بقوس الجنطة مسيفة قصدي انت مسيفة انا لبس هذا لابس انا مسيفة بس الجنطة مسيفة الجنطة طيتها وراحت عندي ما مسيفة راحت؟ زين اذا اوديك يوم الطيارة تقدر تاخذ النوب اللودات مالتك كله؟ اخذها من عاصمة ايه ايه اسمها شنو اسمها؟ عاصم عاصم ثلاثة مر شو ما اخذ جنطة هاي جنطة مالتي ما مسيفها قتل سامو راح اخذ اللودات مالتك حتى انا اخذ اللودات مالتك جنطة شو اسمها جنطة خير عمر الله فوق كلمك فوق فوق ايه لي عمر بدل ما ادوس هاي السيف لود طبخت الله عمر طبخت الله اشاك هذا في الاخ مار عمار رايم مو بهاي الطيارة تمام اعلى رمال من ابو شويدة الى ابو شويدة موقعك سد المايك طلع صوت مع الموبايل وصوتك هاي رمال شو تسوي لين فوق شو بتسوي لين فوق؟ صدقوا يلا راح ها ابراهيم شو تسوي لين فوق؟ يلا هسه بنخلص شنو انت صعدت؟ السلام عليكم صعد صعد انا هي صعد السلام عليكم شلونكم شباب شو اخباركم اليوم عندنا وياكم اقوى معركه لجهاز مكافحه الارهاب البطل اي
توعد هاي الابطال اليوم ان شاء الله راح نحرر المناطق اللي متواجد فيها التنظيمات الارهابيه. تبوت بصفك؟ بيك سام هذا. والله حركاته ما تبوت والله. قدم لكم. يلا شباب بارك الله بكم، شكرا على مليار دونيشن. نعم مشاركاتكم للبث، لايك للبث، سوي أبو لايك وسبسكرايب. شنو؟ كمان الكود تجمع على 5 كلمات، قاطعني ليش؟ يا ولد اللي تابعنا واكثر شيرات على رماد الحيطي 66 شده. نعم 66 شده. شدات بيها؟ والله تنزل محمد؟ محمد اي 660 شده تريد؟ والله اريد انزلها على الموبايل. اي سهله سهله صح. كان اصعد لو انت بريفنج. والله جا اصعد 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 صح. والله اصعد اصعد هسه بما يبدي بريفنج بس دي يبدلون السيلف مال همر. اي 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 فوق الهمر محمد فلتت انا براغ. اهلا اهلا وسهلا عمر عازب غيرنا ياخذ اللودات من وين طيارة. يلا عمر يلا عمر حاتم الشمري اهلا وسهلا حاتم الشمري طيارة ذاك اليوم المحرك ما طيارة الله نسخف يلا شباب عمر سوينا بريف انا جاهز سيدي روح ابراهيم باشر باشر رادر رادر قد 55 اصطفوا شباب رادر مال عمر عاصم ايه اخذته منه وسام انا عاصم تجمع تجمع شغل شغل جاهزين جاهزين تشيك الو الو تشيك نعم جاهزين 55 55 انا ناصر جاي بقى والله بس انا اسمعك تدري السلام عليكم عليكم السلام انا رئيس عرفاء محمد لا لا انا سيدي اهلا السلام عليكم جندي رئيس عرفاء يقول لك يا شامح ما تبغى انت شنو رتبتك لا جندي اذا عقب فين جماعتك انا عقب فين اللواء عقب فين اللواء يعني تحسن اللواء اللواء متواضع بقى شلون يوقف فيه الجنود بقى رئيس العرفاء دي ملازمة ولا ابو رافع تقدم رئيس عرفاء يا مرضى يا شافي عمليات تقدم حق الدمار لا اله الا الله شنو السالفة سيدي شنو قناص منطق عقروقي هذا اخذت هدية دزدية محمد الشمري هذا كلام خير اي إذا عايش الله يذكره بالخير وإذا ميت الله يرحمه الله شباب اليوم توجهت لنا مهمة هي كسر خطوط العدو وإفشال هجوم مالتهم اللي يريدون يسووه على المنطقة اللي المناطق اللي حررناها لا. إذا تفتحون الجي بي إس حاليا تشوفون المنطقة اللي معلمة عندك بالتاسك لون الاصفر هاي المنطقه اخر شيء اخذنا صوره من القمر الصناعي دي يتواجدون بها اعداد كثيفه اليات ومعدات واشخاص حتى يبدون الهجوم اللي ياخذون المناطق اللي اخذناها من عندهم وحاليا في هاي المنطقه هنا خط صد مناوشات بيناتهم فتوكلت لنا مهمه انه نجي من الخلف حتى نباغتهم ونفشل هذا المخطط اللي بيسووهم مهمتنا اليوم ملازمة أول برافة إنه توجب إنه نحرر هاي المناطق اللي موجودة ونفشل المخطط الإرهابي اللي يريدون يأخذون بين المناطق اللي حررناها. باشر ملازمة أول برافة أعطي الخطة مهتك بالدخول. السلام عليكم شباب. عليكم السلام. تفتحون الخريطة هسه إحنا موقعنا هنا تمام. عندنا مهمتنا اليوم افشال مخطط
هجوم التنظيم على القواعد العراقية وجيش العراق الباسط. مهمتنا الأولى نأخذ هاي المنطقة. عندنا عندنا أربع مناطق تقريبا، خمس مناطق. منطقتنا المنطقة الأولى، المهمة الأولى نأخذ هاي المنطقة، بعدين نتوجه للمنطقة الثانية بإذن الله للراديو تور مسقطة، بعدين راح ننفصل نصير فصيلين. تمام، الفصيل الأول يروح على الراديو تور اللي الجنوب، والفصيل الثاني يروح على المدينة الثانية اللي هي على اليسار. بعد راح يصير بالتنسيق ويا الفصيلين على آخر منطقة اللي هي بها تجمعات للتنظيم داعش. واضح شباب؟ واضح. هسه احنا كبداية راح نكون فصيل أول، نحرر المنطقة الأولى وبعدين نتقسم فصيلين. أسئلة شباب؟ نعم تمام سيدي. باشر شباب، باشر على الهمرات ان شاء الله سيدي. احنا نتحرك بالهمرات ان شاء الله سيدي. ان شاء الله ان شاء الله. هادي ندوسام وياي، اريد الهمر بالنص يصير اخير همر، هاي بيها الدعم لوجستي. بارك الله. انا حصعد بيها سيدي. تمام صعد بيها. User in your channel time down. اوكي عمار، تحتاج شيء من عندنا بعد؟ حبيب حبيب. صدق يا حمار ان شاء الله منصورين باذن الله. ما الله ما شاء الله. اطلاق نار، اطلاق نار جارويش. User entered your channel. Hey. تبع بالتجار ويست. User left your channel. User joined your channel. سيدي لحظة عجلات الجهاز الثاني. Okay, Sadie. قدامك قدامك يا طارق.
انتبه يمينك، انتبه يمينك، يمينك كله شريك. دير القنار مالك، ديره ديره قدام المدرج. اي سلام عادي اسمع حلو. بارك الله فيك. ابراهيم حط عامل ضد جهه يمين الويس، تمام. سلمت انا حاليا بالعجله اللي قدامك. تمام. العنصر ابراهيم، عمر عاصم ووسام. انزل انزل دعم هاي المنطقة. سيدي سيدي دعم هاي المنطقة. اهيم عمر عاصم معكم جايين. سيدي راح نحاول نتفرق على المنطقة البيس ان شاء الله. سيدي وياك وراك اختار الطاق النار منين تمام. مباشر على اللاوي طب منه. طب سامع
جاني خلفك على عبر على بالزنه عبر على بالزنه انت ما وراك وراك دير بالك من وراك يجي وين ترى جاي من ورا وجاب لا حبيبي من وراك يا اخوي شفته قدام شفته علي غفلة من البيت جرى عشان مسدس على الهوي مسدس كل قدم تقدمنا عمار قدم وانت براك شباك همارات والله حاليا مرتضى اخوي الهمارات نزلنا المنطقة كل الهمارات همارات جانا خلفة قاني عامل 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 سيد الطاهر البيوت هاي طاهرين البيوت عامل طبعا طب. البيوت معي علي رباط هاي طلع له يلا اسمع كرسي ترايز ترايز تبتدنا دمني عمور بيك سامي قدمني سامو سامو روح تقدم عمار وابو علي رباط ساف بعلق لك من تهجي لا تدوس شفت امشي بدون شفت دوس شفت دغري دوس دبلسي بسي وامشي سي لا دوس التو سي والله شيء سعادة جبلي دوز دبل دبل كنترول شيء دائما صر قدامنا من تهجم لا تركض وصر قدامنا تمام يعني تموت هيك علي عمر وسيلي توجه وراك توجه وراكم احنا شوف قلنا لحظه تحررت اسمعك على الواضح نعم صحيح بارك الله فيك توجه لنا مرات بارك الله فيك شباب لها مرات شديديكم ما طهر ما مكريت شباب زدت خاتين دول شو جريديه قوي أحمد البصراوي هلا وحبيبي حياك الله هلا وحمودي الله تستاهل متابعة حب حبيبي مرتضى شباب يلا لايكات متابعات من شنو سكتوا هالحبشكلات دعم للمحتوى محتوى عراقي دعم محتوى جديد يعني حلو ومرتب ونظيف ولعبة حلوة ممتعة يعني
يوم كان في الشهاد يوم جيش يوم شرطة يوم شرطة اتحادية يوم طيران جيش ادعمونا على هاي الأساس ادعمكم شغلات بعد احنا واحنا ابراهيم حماد وين؟ ما ادري سيد جاي يتغدى هسه شوي حماد يتغدى بالمعنى وياخذ عمر عاصم عمر عاصم البطل تعال يا عمر عاصم فاصل فاصل فصيل واحد تمام؟ بالامارات سيدي؟ بالامارات بالامارات سيدي تعال عمر هاي والله اذا توجه للراديو تمر تمام على الويس هو اسعد عمر بارك الله فيك شباب علي صار اسعد سايق اسعد سايق هنا شوف هذا شوف تعال عجل الثالثة جاهزة باشا سيدي باشا على اليسرى على اليسرى بكسام على اليسرى وسام على اليسرى اي عندك البيت الكبير شباب كلها موجودة؟ موجودين سيدي
نتوجه على ذي بيوت شباب. ها طير في دسك واحد قدم باشا. عالجته على البعيد عالجته صحيح صحيح وجهني توجهني يعني. منشن جهول ابراهيم الى الملازم اول ابو رافع كيف تسمعني ينشف؟ اسمك علوس بارك الله فيك بالنسبه للتل العلوي اسمه تصفيته بارك الله فيك بارك الله فيك انتظر الثاني
موجودين حبايبي منورين والله. بعدهم موجودين تبوا. واحد واحد جاي يشوف راسي راح اطقه. سلم يا سيدي مخوتي. جعفر حبيبي يعني جاي يشوف هاي الصفحة مال الو علي محمود لو شنو جاي شنو؟ مرام فور روح بالهامفي تقي بالهامفي ياسر. مو هامفور عندي القادة. بالهامفي روح للهامفي الهامفي الأخيرة بيها اعتاد. اوكي. اوكي. شباب انت وجه لها مرة. هاي تحررت. شباب لها مرة تبارك الله. على جنطة وبساكات بس هاي عليك نبدا خبعتات متوكل على الله والله سيدي تقرين اوكي المخازن المذنب حسين هذا نقدر نشوفه ستة تقريبا سيدي من جلدي أول إبراهيم إلى جلدي عمر عاصم كيف تسمعني يا جلد علي والله سيدي بركة بابيك اسم العيشة دماشي نعم سيدي أنا أقدر من جدة أول إبراهيم إذا الملازمة برافع كيف تسمعني أجل بالنسبة لعجلة ديب واحد جاز اسمي باي يعني كل مشي كل معركة إلى فد زي خاص فد مشي خاص بس بالوقت الحالي إحنا داخلين معركة داخلين محط معركة التحرير تحرير مناطق لازم يعني السباق قريب مال اسلام بعدين احنا عندنا عنصر قناص يعني موجود دائما دي يعني من ننزل احنا بمكان جاي يصير بخلفيته ويعالج من مكان بعيد علي عبد الزهر حبيبي هداشي يلا علاوي طورت حياتي يلا شباب مشاركاتكم للبيت
وش الجرابين يطلب الأمر بالمعالج. قدم سيارة واحدة وبقية تحتمي السيارة نشط المنطقة بارك الله. توجه خلف السيارة احنا نخجل حمودي حبيبي حمودي مشكورين على المتابعة يا سيدي جاهزين اسمه مقيس جاهزين ان شاء الله جاهزين سيدي انا وعمر عاصم جاهزين لك سام كيف تسمعني وسام كيف تسمعني إلا باتريات عجبل نوت نوتكم أخوتي joined your channel. Come on.
درسي وكيت كتون وراسي دزته؟ يا انا ما ترد يا اخي. اي دوسه دزته ويمشي يمشي جرب يمشي يمشي وشاء. User left your channel. يمشي دوس دبل يمشي. User in your channel timed out. جايك. User entered your channel. ناصر اكون حساس بس شلون شايلك الراديو انت من جهة الساوث من جهة البيو تلمس تلمس قناص علوى السيدي قناص علوى السيدي براسي اتجاهاتي وش مثل دبل سي دبل سي تي سي انت استنيت الفكرة خلفك سيدي بعد 20 متر سيدي امرني سيدي بس ما راح اتقدم على رماد كبرنا انت من فوق واضح خلفك سيدي User left your channel. User joined your channel. بيت الابيض صحيح بيت الابيض سلمت سلمت خلينا نتقدم على هذا البيت شباب
يعني يا سمعت قدم ويا قدم يا الله نوعي حبابي جاي تابعون دبل لايكات مرات لا تعرف صاحبك مرات والله دي باك اربع بوات عبوات عبوات شباب راح ندا دعدار من ميمن اسين واحد ليك بشخصيتي حبيبي 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 مشكور حبيبي رماد عبر عزيز اول صاروخ ار بي جي 7 انت وراي كان دامج من جهه له طلع لي رماد انت يسار انا يمين عمر عاصم وراي تبي خالصي اي والله محتاجين دعم ويكونوا يدعمونا بكابريس خلفك سيدي خلفك you
عنده كاشف واحد يسيب علي رماد من متقدم عند الجهاز كاشف الله روح اقدر اقدر احكي لهم عشان ما تفعل تقريبا واحد تذل برايم بس حزام مو الله بيد صابت انا صوب انا صوب عمر عمر زين هذا ممكن خليك هنا خليك بيك خليك هنا هذا جهاز مجدد هسه صوب انتبه انتبه حذر طيب حبيبي حبيبي امن امن سيدي تأمنت الراديو توا كله تأمن فقط أمننا بالكامل تقريبا يبي شوف عمر عاصم قاعد شو يسوي كم هو موال عاصم يا الله يا الله ايه مرات نايت فيجن ما شاي نايت فيجن بالهمر انا فارس كيفكم يا شباب حبيبي خلودي اهلا وسهلا نورك ورد انت الله اسمعك عاد واضح سلام السيد دول يا شباب طول خطوه قتل الله بيك سام اركض ضارب تشريب اليوم شنو يطلع الصبح بارك الله فيك شاي موقف شاي ماي موقف صدق ماي موقف يا شاي شاي دي جهة الجنوب مأمنة بالكامل بارك الله فيك زاد هادي حبيبي زادت اللغة العربية مواتك مو قوية مبين عليك يعني صراحة ما دافتي مشينا نيدا تكتبه مالك روحي لا قهوة ها قهوة يا الله مالك قهوة شاي ماكو صار الدنيا لين لازم شوية نتأنى زين بالما يطلع الفجر ان شاء الله راح نجي هسه خلال دقائق راح نجي شباب عمكم الريد عمليات احنا جاهزين مشاركاتكم الحلوة سووا لايك تابع البيج وشير لأصدقائك شيخ شير العفو بجروب يعني شير البث على مود نقدر نوصل أكبر عدد ممكن يعني يجون يستمتعون بهذا مني جندي عود إبراهيم من الملازم أبو رافع كيف تسمعني
اسمعك سيدي. مصباح الخير. الله على الخير. رجل يا مراج اسمعك الوضع جيد سيدي. حررنا المنطقة الثانية. متوجهين المنطقة العفو حررنا المنطقة الثالثة. متوجهين المنطقة الرابعة. بارك الله. خمس دقائق سيدي ونجهز بالعتاد ونضرب. شكرا سيدي. تاخذ عتاد؟ ها؟ أنا أتمنى أخذ عتاد. أخذ بلغة. ركض ناس وضع الساعة مرابط قوي. البطل هذا اللي كله نايم هنا بالقرار ما يقدم مقار ما ادري يقول لك شاد مغذي شاد مغذي ندور على العتاد مالتنا وين سيدي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. شلون امك شلون امنها هنا شلون امنها من نابل الشوف سيدك التلامرات ظلت بدمتك سيدي. انا ما خليت واحد يقرر والله كفو سيدي. نانا نمت نومة قصدي نانا نايم على الجبل هنا ما خليت واحد يقرب والله والله سيدي سويت يوم هنا هاي الصخرة تشهدني سيدي. هنا انا نمت جوا الصخرة ما خليت واحد ما قدرت طيب اسأل اسأل ابراهيم هاي الصخرة هاي الصخرة قدام سيدي محتاج هاي محتاج هاي كبيرة ولا صغيرة؟ هاي هاي كبيرة هاي ضمانه ناخذ هي انا قاعد ليميت محتاج جميل طلع راسي بريد تي في طلع راسي لا ابد كله بيجوا بيجوا صوت يومي ايه عمي ضيم مو لاعب ضيم سيدي بس بدي اشوف سيدي شلون بعد شلون خلنا اصلا اوكي سامع حرام هذا مني موتشوم سيدي والله موتشوم لك ها شباب تقريبا جاهزين يوم كان بعد ما الصندوق الجنطة الدرع عفو ايش هوا عالي هوا عالي طلقت في الشرق الهوا عالي ما عاد معلم معلم لا لو هو يعني بس معلم عصيت. لا معلم. حبيبي مروان اريد العب معاكم شنو اسم السيرفر؟ حبيبي هسه راح احط لك رابط الديسكورد بالتعليقات تدخل للديسكورد اهلا وسهلا بيك. سيدي قبل كان عندي كلب سلوقي. بس المعلومات ترى اللعبة على البي سي يعني مو على التليفون. بابا فتح الخريطة. لا سيدي خلينا نكمل الموضوع شيق. سيدي يقول لك الخير ده يكفي. ايه العفو العفو ايه سيدي خالد فارس عليكم السلام اخوي انا موت البيت مكمل ايه سيدي ف شلون صارت استوى كان يمي صارت عندي هاي الروح المعنوية مال قناص سيدي كنت اصيد عندي كلب سلوكي سيدي تكرم تكرم السامع انت تطلع من الصيد انا اضرب البطة والكلب شو يروح يجيبها ويجي سيدي هو لو عندي هنا هذا السلوكي كان صيد بعد اكثر أرجو سيدي من القيادة تزويدنا بكلب سلوقي. إيه. لولا على. والله سيدي إذا تقدر يعني. كان صيد باط مو كان صيد باط؟ إيه سيدي. شو اسمه كلب؟ اسمه كلب. اسمه لومي. مبصرة؟
ايش مدري هذا سيدي معناه عمار بس حبيبي بلا زحمه تقدر تخليها هو اللهو الخفيف اذا بدك تعليقات من يمك شويه خبرتك شلون ضبط الديسكورد مالتنا بس خلي بس دز لي اياه بالعتيم انا خادم يلا رحم الله والديك ليش ما خالم من البدايه ما خاله ما عندي كليتين شلون افتح معاكم انا محمله جديد دايما حبيبي راح احط رابط الديسكورد اللي يجي فوتي انا لما نسين بيدخل الديسكورد ان شاء الله وينورنا بقت عندنا منطقتين اللي هي الرابعة والخامسة تمام؟ هسا احنا هتوجه على الرابعة موجود على التيم سبيك اي تكر الرابعة فوق على اليسار ليش ما ما روح على الجوة؟ على الجوة هي مهمتنا الأخيرة اللي مال احسيد احنا تمام مبين الهجوم راح شي يصير راح نتوقف هنا بالهمارات وراح نترجل ونشط المنطقة بالكامل تمام؟ حسيدي ادعيناك سيدي طش. يلا شباب على الهمارة شباب شباب من الجندي اول ابراهيم اذا الجندي عمر عاطف كيف تسمعني يا شباب تعال ورا سيدي اطلب من الجندي وسام انه لا ينزل الحبل بارك الله فيك
تقدر تنزل هناك مي في السيارة الأولى. سامي سامي لا مرنولة ماي ماي وتام هاي الناس بالصعود على أحد المنازل قبل لا تصعد فليمنون هاي المنطقة اليمين المنازل هاي واصعد بعدين باشر مداهمة المنطقة على اليمين تام خليك دائما الساعة 12 مقابلك شارع الشارع نهاية تبوا عليه تمام الناس على ما اسمع من الداء باشر بالبيوت على بعد 100 متر على جهة اليسار مين شوي اكو واحد يمين يسار احتم موبيل راح توجه عليه بيتي يسار
وجه على البيت يسار. فتحها امن هذا البيت؟ امن امن يلا شباب هذي امن وباقي يتعبر روح عمر انا بامن لك راح امن لك روح عمر يجي المداهمة من الشارع لو بلا فرايح ايت بيت انقل وياي ادخل 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 وياي ادخل طيب هذا بيت انتبه يسارك وسام من هذا بيت منه كان ولا كجده بس احنا ما على شباب امن لا تقدر تتقدم انا انظلم املي لك سيدي اتوجه فرع علي صلوا بالعسو تبع بس امن يسراح نعبر امن يسراح نعبر ماني هسه شيء والله يعني يدخلون يسار اثنين يدخلون يسار يدخل ادام السوق اما هو شيء داهم البنايات ابراهيم تعال من عنده ذا خلاص في عشيرك البناية خالية أصلاً اسمع عليك اسمع صوت الناس بس ما جاي تقدر توجه على البناية اللي انا بواجه فيها تقدر تسيطر من هنا تقدر تتقدم وقد همر وتقدم علينا بارك الله شباب يا سيدي ما منتوا هاي المنطقة فيها؟ ما شباب وقتوا جمعوا يمين كرامات وينك عمر عاصم وسام الله تمام هاي البناية سيدي أمنا يقدر يصعد بيها اكو بيها رؤية على الجامع وعلى المنطقة المدينة هو بعد يعرف يختار يلا عبروا على بيوت انا حالنا
والله هذا خلي الامار تزود بالعتاد. قوم سام رجع الامار تزود بالعتاد. لا تجينا سيارات مفخخة، لا احتمال تجينا أحزمة ناسفة. بس المنطقة بعدنا ما أمنية بالكامل. وقادم. لين ما أمنية هذا خايف بس المفخخات هذول الأحزمة. شلاب يجون بالأحزمة. وياي. أسيدي. انزل. انزل انزل. هلا آمن. آمن آمن. أبيت عندنا. هاي جاي. شكرا حبيبي صديقي العزيز شرف الديكور.
شباب اكل ده ما ادري. البيت ويا البيت وش اسمك على الفيس حبيبي؟ هذا الفيس ما في قدامك. بيت خالي ما بي احد. شبابيك حصد على السطح. سام بقي طايمك. برايم شو موقفك برايم؟ حاليا نحن بعد 10 مترات عن التكسير. تمام. اكو معلومة من القناص انه اكو عناصر حوالين السور. سورك؟ تمام منطقة خالية انا عالجتك وكان حصة قدام بدايك عالجتك. طب وين مشاركاتكم؟ ما دا اشوف ولا مشاركة للبيت. ليش هيجي؟ ولا لايك دا اشوف ليش؟ شباب تواجهوا الهامارات مشنا الاخير الجندي اول ابراهيم السلم السيد وراء عاصم وسام السلم واضح السلم الجميع على ما اسمع من النداء واضح ميدا علام طيب علامة عاش ما في مشاركات تبي تشارك لي سوي متابعة للبيج يعني المهم بيجي شوية هذا دعمكم يعني بعد جديدين ومحتوى حلو غير الببجي غير هاي الأمور المنطقة الخامسة المهمة الرئيسية في صد هجوم التطبيق أوامرك سيدي. قال حسن حبيبي مشكور على المشاركة ورد استلم السيدة على الوقت. شباب صدق اللي ما مسوي متابعة ترى البيج يعني ما متابعها شباب زودوا بالعتاد عمر عاصم زود بالقضايا شباب بس عندنا استلم مسوي متابعة مين قطع بس هذه ما ترى عمي بروحها غزالة مو همار حركة قوية حصري حركة قوية شنو؟ حصد؟ ها؟ لا حصد حركة لا حصد بينهم يشيون يجي ناخذ استعمارة واحد مين؟ هاي العجلات بس جاهزين شباب جاهزين العجلة جت فيها وين سعد من هذا؟ من هنا؟ تمام هذا سعد؟ أحجيك بالأمر الثاني عندك سعد نوديك هنا سعد
حبيبي علاوة حبتك العافية، أنا أم حبك قلبي أبو رافع، هذا واحد اسمه علاوة بدأت تقول أنا حبك، أنا أم حبك والله. على هاي السيارة لو اخذها تظل ويانا بكيفك، راح اخذها اجي وياكم برا. عمليات اسمها عمليات. بارك الله فيكم. عمليات عندكم نظرة عن طريق لعب أخبار الصناعية عن مداخل ومخارج القاعدة، وهل هي تقع على قمة أم على سطح مستوي؟ سلامت عمليات تصيد مهمتنا راح تكون ببداية استطلاع، حتى لو ندز عنصرين يستطلعون المنطقة وبعدين نهاجم، نحدد نقاط الضعف بالقاعدة ونهجم. تمام سلامت. يمين يمين، لا تاخذ يمين زايد. احتملها مرة أخيرة. تلاحظون العجلة بتيار؟ لا قتله ابراهيم قتله. لا ما جاء له علاوة، ماكو اي مشاركات والله، ما شفت مشاركات صديق. الله تكوا يا شباب بعد سيدي مرحبا من يضرب؟ من قد المسافة البعد؟ تمام عالي، إذا عندك رؤية وهدف واضح عالي. قد
اعد لي موقع الخريطه. بارك الله بك. عمليات من القوات الأرضية نطلب ضربة مدفعية عند الإشارة المعلمة بالخريطة. بارك الله بك. الإعداديات 146 147 الله هون ابو المدفعيه. الله يلا 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 الله الله ضربهم والله. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel.
User joined your channel. Left your channel. User joined your channel. اثنين ياخذوني يسار واثنين يمين. اخذ يسار. يسار والوراك عمر عاصم روح ويا ابراهيم. طلع لي رماد انت وراي. طلع لي عمر عاصم عطى بادي نايف من بالي. يسار. اوكي. معك عمر. يمين امن. عطى بادي نايف. دخل وادي نايف. رقم واحد امن. من على الورق من غرفة 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 أمني أمني؟ أمني ورق أمني كامل لك
خلنا نصعد فوق. User joined your channel. User left your channel. Oh, Sam, hello, Sam. User left your channel. User joined. احمد الفرطوسي حبيبي حياك الله كامل آمنة شكرا حبيبي على اللايك حمودي شكرا على المتابعة من القوات الأرضية عمليات كنت معنا والله صار وضحين اوه عباسك نعم سيدي بارك الله بيك هلك said الحمد لله قدرنا نكمل هالمهمة ونجاح. سلام سيدي عاد وارد. أكلا بيكم شباب. ها نني. مات المهمة. شو تقولوا؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شباب. سيدي احب اشكر كل الجهود المبذوله
خلال هذه المهمة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وأخص بالشكر الملازم الشخص الكريم وعلى القيادة الباسلة كرمكم لا شك أنا أسف أفاق وأشكر بارك الله فيكم بارك الله فيكم جميع الأبطال والمجاهدين الموجودين في جهاز المكافحة اللي بدلوا أرقى وأروع صور البطولة نعم والصمود نعم. ومن هنا ومن نفسي أحب أحيي جميع الجنود وأبطال جهاز مكافحة الإرهاب بارك الله فيك دل الحفاظ حياة طيبة إلى جميع القوات العراقية البطلة بكافة أصنافها من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية بكافة أصنافها ومحب نوجه لهم هاي التحية والحب والتقدير والاحترام على اللي سووه واللي جاي يسووه بهاي الأيام وأنا مهم نشكر نشكر المتابعين اللي موجودين ويانا اللي ما تنجمون اليوم إلى هنا وتنتهي عليكم يا شباب نشوفكم بخير إن شاء الله السلام User joined your channel. الله اللهم صل على محمد وعلى محمد مو يوتيوبر مو يوتيوبر يا طيب طيب Channel switched.